طيب يا شباب، عشان كذا نفس اللي قلت لك، ها، جانا تبرع يا اخواني بقيمة 100,000 ريال لمجموعة ما حدد فروح، لمجموعة روح. ارتاحوا. طيب تعال تعال ماشي تعال شعورك تعال ارتاحوا ارتاحوا شباب ارتاحوا ماجد شعورك عن اللي تبرع عنك ب 100,000 ريال والله انك صادق اعرف كان امزح معك 100,000 يا صاحي 100,000 والله انا 100,000 عني انا والله انها ما هي عنكم قالوا انها عنك الشباب ارتاح ارتاح ماجد طيب يا شباب يا اخواني صلوا على النبي اجمعوا الدرجات اجمعوا الدرجات ترى للعلم والله يا اخواني ما قلت كل القائمه عشان الوقت بس لانه تاخرنا جدا فبنختم وبقيه التبرعات ان شاء الله تكون معنا لحد الان بنعلن الفائز اما صاحب ال 100,000 فاسال الله ان يحرم عن النار هو اخونا عبد الله ابن سلمان الغامدي عسى ربي يقبل منه ويجزاه خير بيض الله وجهه ويحرم عن النار امين والله يكتب ان شاء الله ميزان حسناته احلى الفائز